حتى لو ما أخذت كتاب يعني؟ طبعا هو كتاب توثيق. الكتاب قديما ما كانش قاضي مجرد يقول حكمت بأنك طلقت خلاص، مش ضروري كتابي. يعني هلا اثنين بيتبايعوا بيع وشراء، حصل البيع، كتبوا ولا ما كتبوا؟ حصل البيع. لكن اليوم لكثرة عدم ثقة الناس بعض ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابي وإلى آخره. هذا واحد إذا عقد امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها، هذا هو العقد الشرعي. أخذت ما أخذت كتاب يعني؟ طبعا هو كتاب توثيق. الكتاب قديما ما كانش قاضي مجرد يقول حكمت بأنك طلقت خلاص، مش ضروري كتابي. يعني هلا اثنين بيتبايعوا بيع وشراء، حصل البيع، كتبوا ولا ما كتبوا؟ حصل البيع. لكن اليوم لكثرة عدم ثقة الناس بعض ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابي وإلى آخره. هذا واحد إذا عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها، هذا هو العقد الشرعي. لكن كتابته في المحكمة هو لضمان عدم وقوع خلاف في المستقبل لفساد الزمان وشغل ذلك. فأنت الآن عم تقول أنه المحكمة أو القاضي أعطاك حكم. في الحالة هاي يا شيخ نحن يا أخي أخذت الحكم. نعم أخذت الحكم، والآن هي على بنتي، شو أعمل؟ أنا هسأل، لا أفهم من كلامك أنه وقع الثلاث. إي نعم هيك أفتوك. الآن هي على بنتي، أنا شو أعمل؟ أنت بدك ترجعها ولا هي عندك؟ عندي. عندك بعد ثلاث طلقات؟ نعم عندي بعد ثلاث طلقات على فتوى الشيخ أبو مالك. رجعت قال ويجوز لك ارجع حقك، واثبت ذلك بالمحكمة قال حتى ولو. لكن طبعا شيخنا هو يعني كما اعلم انه ما تقترب منها انت. والله يا اخي في القديم اول ما رجعت كنت اقترب منها، بس الان يعني يا اخي انت بقى كمل مشوارك مع ابو مالك، لانه هلا ما بيجوز نحن نلفق بين ابو مالك وبين ابو سالك. روح كمل مشوارك مع ابو مالك، احكي له القصه. أنا فاهم شو رأيي في الموضوع. الله عليك يا شيخ.